洗黑面，你的شكون؟ معلش بيناتهم هذوما الزوز، أنا شكون؟ شاهي مين؟ شاهي مين كان يبدا وحدي، كان يبدا في وسط أصحابي، في وسط الشلة اللي أنت رقعها اللي عشت معاها، في وسط ال... بما ما روحش للدار، ما لازموش يروحوا من الدار، خاطر إحنا؟ حرام، شنيا حرام؟ شحي بي ما روحش للدار، شحي بي مربوط، يعيش في بط صغير في حومة عربي، في حومة دوب ودوب صحاب، ولا وحده، ولا في بيته. شحي بي كان يحب يخرج يتحرك يدور، ما لازم حد يشوفه، بحثه ما يوصلش للدار، لازم بحثه ما يوصلش للدار. الدار لصحابو الجيران وصلش شيء من كل ما يحب يدخل يا كان مسكر يدخل يا كان مسكر حتى حب يطلع لفوق يطلع يفركس لفوق يجبد يطلع 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 معاه يزيد يطلع يزيد 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 شم صاي وصل فهم شاي جلة فيها تفركس لا تطلع طهر ما فهمها شيء مسكرة العيوب الكل مسكرة ما فهمها شيء نذا لازم يعيش في الدار لازم يعيش مع عائلته مع فا أكيد لازم أكيد منظم ونجو سالم ليه ها مش نكيك صح اه un peu de regard mais c'est il est trop fugace تمشي كيكة الدنيا تمشي كيكة انا كيكة انا عشت كيكة اصحابي كيكة جلدي كيكة انا كنت انا انقرفت انقرفت على حيوت انا ما نغز ما مانيش عسلامة زايد انا فازيتي دنيتي هبلة فما فازيت من ديك فما ديناصورات تتحارب الديك فما ديناصورات تتحارب الديك فما عالم في امه فما تجلى ما اي فازي عيشها خليه يخرج خليه حرام شنية الحرام فيش قاعد تحكي شنية الحرام هو باش يحكي على شنو باش يقول لك فما ربي واحد علاش تكون انت تولي فما مسلم ومسيحي ويهودي لا هذوما علاش ها فما دين باش يحكي على حاجه جي باش يقول لك فما ربي واحد زي باش تقول لي مسيحي هو علاش زعلان الدين فيش تحكي انت زيد فيش تحكي تحكي لي على الجيل نتاع جيات فازيت انت شنو بعدت راك هو ربي سبحانه كي هبتك هبتك خاطر يدمك ليه تفلح ليه انت تقتل ترجع للجنة حيوان يتبر شنية ليه فينا تجلك قاعد تحكي فينا يشبيك يا ليه 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 غلط مش كي كوارة عم تفكر بابا كبرت صحيح عملتك الفازيت وعملتك الدنيا وخدموت مرمت وامشي وإيجا سي بون بعدنا عليه الموضوع هذا توا اسمع مني انا ميسالش فاش قاعد تحكي كملت قرايتي سي بون كملت القرايه نخدم واضح الشي حميري عملوا ما عملوش نضال الشي حميري شو عمل نضال شو عمل نضال كمل قرايته يخدم صديقي يخدم في حاجه نجم نعملها العباد الكل ماشي حيمي شحيمي شو عمل شحيمي اصغر واحد دخل الراس شحيمي يحكي على اللي ما حكيش عليه ما يعرفوش نضال شحيمي الشحيمي بدل التيمة متاع بدل الفازيتك متاع زفارة وما نعرفش شنية وك ميساج ديريكت ليه ماهوش طالب هذاك الشحيمي ليه ماهوش حيوان او اوكي انا ممن اللي انا بدل حيوان مين فمك اللي كلك عليها ربي سبحانه وكلك راني نفختها فيك شنية هذيك اللي قاعدين نحكيو بها انا وانت علاش تقعد ترجع لي نفس الموضوع ماهيش حيوان انا كيف اختي كيف جارتي كيف طفلاني كان مزيان
مي الحيوان اللي هيكلم مزيان مش وش حيمي شي حيمي كلها تكلم تا نسمعك شي حيمي اللي يحكي بلسان البكوش ويصور بعينين الأعمى فما حاجة من داخل أكيد فما عبيد تشوف وما تراش فما عبيد تحكي وما تتسمعش فما تجلى ما فماش ركز اسمعني بابا تخليهيش على المهموطة هي 60-30-40 سنة باش نعيشهم فازي خلينا نعيشهم فرحانين عاملين جو تعرفش عليها وقتاش عندي عندك خليهم برانت خلي حاجة يتذكروك بها كي تموت بدل حاجة اعمل فازة حاول تنجم لو تعلق ذمة المرء بما وراء العرش لنالها. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لنالها انت قلت يالي شبيك اليوم ليه تنجمش تعملش ما تطلعش ما تهبطش هنسو نهار اربع تفرج بابا تروح لبيبو يا زيو